الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي الحاضرين في اللقاء، هذا سلام اجتماعي وآخر. السيدين بصيغة مكة على اعتبار حتى السيدة الوزيرة، السيد الوزيرة كما القاضية السيد القرامية وكما الرئيس، لا نكون السيد الرئيس، ولكن نقول السيد الرئيس لأننا شقائق في الأحكام ذكران وإناثا وفي تقدير الأمور العامة. باسم إخواني في باسم بلدي أحيي الوزيرين الشابين اللذين يمثلان طموحنا الفعلي، وسنتتابع معهما رؤيتهما التي لا نشك انها رؤيتنا نحن الذين نشتغل خارج المشاركين في الحكومه الحاليه. اود في هذه المداخله باسمكم جميعا ان احيي اخواني واخواتي في جميع مدينه التضامن والتعاون الاجتماعي الذين انطلقوا بشكل تقييم من حيث نوعيه النشاط، تقييم معنى ودلالات، وقاربوا مقاربه متميزه النظر للشان الجمعوي والشان العام من موقع المسؤوليه وليس من موقع الاسهام والتدبر. نحن امام حكومه موازيه يطلق عليها في الاصطلاح السياسي العام حكومة الشباب، التي نختزل من خلالها صورة للنموذج البريطاني الذي يتكلم عن حكومة الضيق بآلياتها وضوابطها التي نفتقدها في مغربنا ونفتقدها في العديد من الدول التي نشارك معها التوجه أو الاهتمام أو كذلك الهوية. الأسئلة المشتركة ما بين ممثلي الحكومة الحاضرين معنا وممثلي الحكومة المركزيين هي أسئلة تهتم بمستويين. المستوى الأول، عندما تتهيأ القوى السياسية لانتخابات طبق الدستور للمشاركة في تدبير مؤسسة تشريعية لتشكيلها للبرلمان، تضع برنامج عملها مع افتراض ان كل حزب سيسير الحكومه بغض النظر عن الحزب الصغير ولا الكبير. انطلاقا من ذلك البرنامج يصبح برنامج ذو اولويه في حاله تحت المسؤوليه ويتقاسم برامج اخرين في حاله وجود توافقات ما بين مكونات مريضه. الحكومه الحاليه التي بين ظهراننا حاليا سننظر من خلال نظرتهم لواقع التدبير العام الوطني في جميع مستوياته وخاصة تخصصين حاضرين معنا حاليا، هل تعهدات والتزامات وبرامج من يدبر ومن يسير تم تنزيل معظمها او جزئها او جلها بتناسب مع حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي وبتناسب مع التزامات المقدمة على مستوى الشباب، على مستوى الطفولة، على مستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على مستوى تدبير المجال إلى غير ذلك. ثم بالنسبة لنا جميعا في هذا اللقاء، نحن نعتبر إخوتنا هم حكومة ضمير، حكومة مسؤولية المراقبة، حكومة مسؤولية تقييم ما هو حاصل، حكومة اقتراحية ولات قوى اقتراحية. أكيد أن حكومة الشباب لا يمكن أن تفكر كما تفكر في نظرها، لا يجب أن تفكر، لا يجب بين قوسين كما تفكر الحكومة المركزية، بل يجب أن تفكر بين قوسين كما يفكر الشباب. يجب أن تتأمل كما يتأمل الشباب مع مقاربة جديدة، وهم في موقع مسؤولية انفرادية ينظرون بمنظار إضافي الممكن عمله والاستحواذ الذي يستحيل عمله، ثم ما يجب علينا القيام به جميعا كل في مستوى
كل يمكن ان يصبح وزيرا للماليه انطلاقا من جمعيته، وكل يمكن ان يصبح وزيرا لشؤون الشباب من جمعيته او من منزله، فينظر ويقترح ويتامل ويدبر من الميزانيه التي يمتلكها شاب او شابين خطوط او شاب او شابين ابناء عمليه او عمليه الى غير ذلك. إذن في التدريب على تحمل المسؤوليه يبتدئ من الجمعيه وينتهي بالمسؤوليه الفعليه. سنعيش جميعا مع اخوتي في هذه اللحظه، سنتاملها بجد، وكلنا اذان صاغيه للخروج بخلاصات تكون ام الجمال بالنسبه لنا مع وزيرين نحترمهما احتراما كاملا. يمكن غادي يكون نقديا لو كانوا في مستوى التدبير غادي نقيموا تجاربهم ومسؤوليتهم وشنو تيديروا وشنو تيديروا. حاليا لن نقيم الا ما سيصرح لنا به في هذا اللقاء تقييما ايجابيا تكامليا، ليس لنا ان نحاسبهم على ما يقولون ولكن لنا ان نتكامل معهم فيما يفكرون فيه. تحياتي، سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.